مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، كل الناس اللي بتتابعنا في سهرتنا الخاصة من كل سبت عبر شاشة الشروق الفضائية، كما عودناكم دائما من داخل دار اتحاد الغناء الشعبي بأم درمان. سعداء جدا انه نكون حضور معكم، وايضا كمان نبتهج عبر هذه الليلة المختلفة المليئة بالطرب والجمال واغنيات الحقيبة واغنيات الحماس الجميلة، ونحن في أم درمان أيضا كمان من خلال هذا النقل المباشر يحيي الحفل عدد من المطربين اللي حيجملوا لنا هذه الأمسية بأعمالهم الفنية المختلفة. خلينا نتعرف عليهم ونقول لهم أهلا وسهلا بكم. حيكون حضور معنا إن شاء الله حيدر السبيل وعبد الرحيم المحمية وأيضا كمان أحمد عماد حلبي هو حضور بيننا. أهلا بكل الفنانين وبكل الفرقة الموسيقية، وأهلا وسهلا بكل متابعي شاشة الشروق الفضائية. نتمنى أمسية طيبة وسعيدة معنا. ألو ألو ترجمة
عرش قومتي ولا انت هادي البانة وميلك على العرج السرور يا قاسم عرش قومتي ولا انت هادي البانة وميلك على العرج السرور صادق قلبي وزاير.
ألو
في حسنك خرق الألحان كأن حين
وتاريخ يا من الأجيال تشعر في وسط قلب استيجان وملبسك من شعر عقود مريان نرجس يا مدلل والأمحوان فتالا وزنك أشكال والوان نرجس يا مدلل والأمحوان يفوح من أنفاسك صامي الأريان تشعر في وسط قلب استيجان وملبسك من شعر عقود مريان نرجس يا مدلل والأقحوان فتالا وزنك أشكال والوان نرجس يا مدلل والأقحوان الغصن واليني والنيل ملان لكن أنا الهايم دائما ضمان ما دام على الإنصاف تزل القرآن نرجس يا مدلل والأقحوان فتالا غزلك أشكال والوان نرجس يا مدلل والأقحوان الغصن واليني والنيل ملان لكن أنا الهايم دائما ضمان ليه أنت تظلمني كل ساعة وآن يا مدلل والأقحوان فتالا وزنك أشكال والوان نرجس يا مدلل والأقحوان يا عزة اللمع وفي طول أسنان كل ما شوفك ذوب أشواق وحنان ضروري نتقابل تعتلى فنان إذ أنت موحي الفن وأنا الفنان ضروري نتقابل تعتلى فنان يا الملك الكامل يا مالك كيل النوم
الهالي يا الملك الكامل يا مالي ما شافوا الحسين الزهالي بس تعبوا ولقوا المهالي يا الملك الكامل يا مالي شايل النوم من عيني مالي وفي الوجنة الدرية خالي يا عرب عن آيات بخالك يا الملك الكامل يا مالي الشافك يا ملك يا خالد البدير انا عمك وخالد الشافك يا ملك يا خالد البدير انا عمك وخالد الشافك يا ملك يا خالد البدير انا عمك وخالد الشافك يا ملك يا خالد يا الملك الكامل يا مالك شايل النوم من عيني مان الهوين هل في ظل السروق والدوم بقيل طريت في الكجر ريح تتسيل طريت اللغب مثل جوف مني بدور بلا لزم علينا فودا بدور ضانا مبروك مالينا سودا بدور أولاد عمك اللي سودا بدور شرع الله في النايرات خدودا أنا البحر وقتين حمر أنا الظل الظليل الدائري قيل أنا رحل الكحل وقتين ميل أنا الجن المخالتاهم غزيل أنا الوغب العقب الكرامة أنا الأسد الأسد العرض سامة أنا ضرب الصراط يوم القيامة أنا الموت البخلي الناس يتامى أنا حلال رفيق أنا الداب الرصد يزول بعيقو أنا فرج الرجال وقتين يطيقو أنا المامون علي بنات فريقو مامون علي بنات فريقو ادخل في
حسن الاستماع، إن شاء الله نكون قدمنا شيء نال إعجابكم. اهلا وسهلا بكل الناس اللي بتابعنا عبر شاشه الشروق الفضائيه من داخل دار اتحاد الغناء الشعبي بام درمان، واللي انضمت كمان لمتابعتنا ولتكمله سهرتنا المباشره الليله الفنيه الجميله اللي شهدنا في ساعتنا الاولى فيها مع الاستاذ الفنان القامه حيدر السبيل اللي اطربنا واطرب كل السامعين والحاضرين. الله يديك العافيه، واشكركم جدا واشكر قناه الشروق
وأتمنى من الله أن ربنا يديها لقدامه وتكون أحسن مشروق أكثر من شروق إن شاء الله. يا سلام أستاذ حيدر، يا أخي نحن سعيدين ومبسوطين بالألقة الجميلة اللي شفناه منك والأغنية اللي أنت عديتها بطريقة السيرة وإحساس السيرة الله يديك العافية. دي الحاجة المرغوبة الجميلة والله، دي الحاجة التراث بتاع البلد يعني. البلد طبعا تراث هو السيرة والدلوكة وبتاع، ويعني الواحد ما بيعجز من أن يقدم أكثر من كده إن شاء الله. ونتمنى من الله ان ربنا يديم هذا الاتحاد ويقدمه لقدام ويكون من احسن الاتحادات في ام درمان والسودان كمان ان شاء الله. مسيره طويله بين الاجيال، انت واحد من الرواد اللي موجودين هنا دائما في اتحاد في الدار وفي الاتحاد الغناء الشعبي. بتقول شنو للشباب اللي بيغنوا والفنانين الجداد الان؟ والله طبعا انا دي دخلتني والله في يعني في كرسي ساخن، لانه انا يعني بسمع الشباب والغنى بتاع الشباب الأسى طبعا. أنا ما بقول لهم أنتم ما بقول لهم غنوا غنى زمان وغنى الحقيبة. والله طبعا كل إنسان ربنا سبحانه وتعالى بديه موهبة إنه يجذبها نفسه، لكن يعني الحاجة اللي بسمعها بالنسبة للشباب بتمنى من الله إنه الشباب بس الغنى اللي هو اللي مبول عليه شنو احنا ما حقنا اللي مش ما حقنا الشباب الغنى الخفيف يعني في بعض الغنى حد يقول لك يا اخي فلان داك وعلان داك وفرتي، يعني ما احنا بتوصف لك ما تقدر تفهم انت بتقول في شنو، يعني الشعر بتاع ما شعر زمان. الحقيبه ما كانت كلها وصف، يا سلام ليه الوصف هسه اختلف؟ يا سلام يا سلام، الحقيبه كانت جميله. يعني احنا عندنا هسه ما شاء الله شعراء، يعني شعراء في هذا الشباب هسه دي ما شاء الله بقدموا يعني عندهم شعر جميل زي بشرى، الأستاذ بشرى عبد المنعم والأستاذ عوض البلة والأستاذ فتحية عبد السلام، ما شاء الله دول يعني شعراء كويسين وغناهم أو كلماتهم كلمات جميلة وغريبة للحقيبة، يعني فيها نفس الحقيبة. فيعني الأخ بشرى عنده هسه مدينا قصيدة ملحين له اللي هي بتقول الأصل كافي والحزن ما في، أنا بزع خايف بس يوم تبقى لي قافي، أنا خايف إن شاء الله ما تبقى علينا جافي. وأنا أتمنى أن أكون طوالي موجود في الشروق وأكون في الاتحاد وأكون في حسن ظنكم في أي لحظة إن شاء الله. إحنا بنكون حضور معاك دائما من داخل الاتحاد عشان ما نرفع بشأن الاتحاد ويكون زي ما أنت قلت هو جوهرة لكل أم درمان وأم درمانين بيحبوا الطرب. يا سلام عليك يا أستاذة، والله ما شاء الله يعني كلامك ده كلام جميل، والاتحاد الاتحاد ده يعني جرى في عروقنا والحقيبه جرت في عروقنا. احنا هسه طبعا وصلنا في مرحلتنا دي ما مرحله الشباب. لا انت هسه ما شاء الله شباب على المسرح. تضحك علي ولا لا؟ والله دي حقيقه، الناس اللي شاهدوا وتابعوا شايفين. لا لكن انت شباب على المسرح اديك العافيه. يا سلام يا اخي والله يعني ذوق منك واحساس منك جميل والله. ربنا يمتعك بالصحه والعافيه، يمتعكم انتم برضه بالصحه والعافيه، ويقدم قناه الشروق دي قدام، وأتمنى من الله أن تكون مستديمة في هذا البلد إن شاء الله. شكرا لك، شكرا للفنان والأستاذ حيدر السبيل. بنتواصل معاكم من داخل دار اتحاد الغناء الشعبي بأم درمان، ونحن سعيدين أنه نسعد بليالي الطرب وليالي الحقيبة والغناء الشعبي، وأيضا كمان غنى الحماس والسيرة وكل الأغنيات الجميلة اللي بيحبها كل المشاهد أنه نقول على الهواء مباشرة. أيضا كمان سعيدة أن يكون بجواري أحد المواكبين والضيوف والزوار اللي موجود دايما على طول داخل اتحاد الغناء الشعبي بأم درمان. خلينا نتعرف عليك أستاذ نصر الدين أكثر وأعرفك. ونصر الدين عبد القادر تمتام، ولما نقول تمتام يبقى معناه أسرة عريقة، أسرة فنية معروفة. أهلا وسهلا بك أستاذ نصر الدين، ونحن اليوم في حضور اتحاد الغناء الشعبي ودرمان. مرحب بكم ومرحب بقناة الشروق، وهي يعني كل أسبوع يعني بيشرفنا هنا وبتنقل فعاليات المنتدى العامر لاتحاد فن الغناء الشعبي، صاحب الغناء الرصين الغناء الممتاز، ولكم كل الشكر والتقدير. بحييكم، انت ام درماني بحت ومن ابناء ام درمان، ولما نقول ام درمان خلاص هم بيفتكروا ناس ام درمان ده الغنى حقهم زي ما بيقولوا، وبيقولوا ما في زول بيغني زيهم. واكيد يعني طبعا ام درمان احنا متعصرين لام درمان، احنا ابناء ام درمان، ام درمان يعني فوق المسرح القومي، ام درمان في اتحاد المهن الموسيقيه، أم درمان في اتحاد الغناء الشعبي، أم درمان فوق الطابية، أم درمان في الكورة، أم درمان فوق استاد الهلال، أم درمان فوق استاد المريخ، أم درمان فوق استاد المورده،
وام درمان فيها دار الرياض وام درمان وكل فيها كل شيء، فوقها الناس الطيبين الناس الجميلين ناس النفايات ناس الناس الجميلين يعني حقيقة. الجمال بتاع أم درمان إحنا شهدناه من خلال الأغنيات اللي بتقدم لأبناء أم درمان وأغنيات الحقيبة والفن الأصيل. خلينا نتكلم عن الحقيبة، نتكلم عن توارث أجيال. أنا دائما بقول الغناء الشعبي والحديث، أنت في وجهة نظرك إنه قل شوية أو اندثر أو لسه الشباب هم راغبين إنهم يتعلموا؟ والله شوفي حقيقة يعني لسه لا زال يعني الناس الفنانين الإهرامات يعني موجودين بجانبنا، وهسه كوطري أمامي يعني هسه أنتوا شايفين أنت أستاذنا عبد الكريم عبد الله وعبد الله عبد الحفيظ والأمين البنا ومجموعة كبيرة من الإخوة الفنانين، ما أدري عدد يعني الأسماء، هسه كلهم موجودين معنا هنا يعني مواكبين لا زالوا يعني وماسكين يعني زمام الأمر يعني بالرغم من حرارة المسكة تحت الراية يعني بالشيء الحاصل هسه يعني في الغناء يعني. فكثير من الإخوة الشباب هم صوتهم جميل حقيقة، ولكن بغن نقول خطأ كثير يعني، يعني ما بقولوا الكلمات الصحيحة، هم طبعا بدون دراية يعني هم عارفين يعني، لكن الاتحاد مدرسة ممكن يكون يعلم ويدرس الأخطاء. نعم لو هم جو الاتحاد الناس قاعدين الأساتذة موجودين ممكن يورون التاريخ بتاع الحقيبة، يورون التاريخ بتاع الأغنية، يورون الشاعر منو، الكلمات الصحيحة، النطق الصحيح، اللحن منو اللحن كده بروني يعني. وزاد يعني هاي يعني هذا المنتديات هسا حاصله في العاصمه ككل، انا افتكر هسا دي منتديات بتاعت بيوت افراح ليس الا يعني حقيقه يعني منتديات بحق حقيقه. المنتدى هو المفروض المتلقي الموجود يعني اللي يعني يلقى المعلومه الصحيحه يستفيد من جهته يعني. نحن شاكرين ومقدرين لوجودك وإطلالتك معنا عبر الشروق، نسعد إنه نلاقيك تاني، ونحن حنكون حضور مع المشاهد زي ما عودنا إنه نكون كل سبت حاضرين في دار اتحاد الغناء الشعبي. كتر خيرك كثير، شكرا لك كثير، تسلم يا الله.